والناس اللي معاي زادوا معنا كلهم طبعا يا هم معتقلين سياسيين كده. فنحن بنكون قاعدين جوا الزنازين بنسمع صوت المساجين هم بيلعبوا كوره وبيضحكوا ويغنوا. هم دير المساجين يعني الناس المحتاجين للاصلاح مفترض يكونوا قاعدين في السجن. هم مطلوقين في 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 الساحه برا في الميدان بيلعبوا كوره وبيعملوا لهم حفلات وبيعملوا لهم غنى. احنا جريده مخلوقين يعني جايين في لا سرقنا لا قتلنا زول ما عملنا حاجه يعني احنا يعني احنا قاعدين نعمل نمارس حقوقنا كسودانيين مقوله لنا في الدستور هسه احنا بنحكمنا كلنا. نحن الناس زي ديل يمسكونا بيحطونا جوا زنازين اشبه بالحفر زين انت قاعد جوا بير قاعد جوا بير يعني زين قاعد جوا ما تعرف الحاصل برا شيء ما تقرا جريده لا 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 ما في شيء ما بيجيك اي خبر ما بيجيك بيجي عسكري بس بيفتح لك الباب يدخل لك صحن بتاعك والله طبعا بطبيعه الحال ممكن يطلع اشاعات زي كده انا كنت مضرب الفكرة وكانوا بيهددوني بالناس اللي انا قاعد معاهم رجال كبار كده بيقول لي ده هم حرضوك على الاضراب وبيضربوهم جدا ده بيقولوا الناس بيقول لي يا ولدنا عليك الله انا ضربتك العربي المره الاخيره دي رفضت نهائي حد ما جاني طالب قال لي خلاص حكينا عن فكرك يا اخي تذكر اسامي الناس اللي معاك كانوا دار بس كلهم معي في مواطنين سودانيين في مواطنين ما سودانيين الحكومه السودانيه ذاتها يعني زي ما بيقولوا ما قدر على الحمار يتشطر على البردعة ما قدرت على المعارضه السودانيه قد تمسك المعارضه الاثيوبيه والمعارضه اللي ما عارف شنو ولا هنا المعارضه ما ادراك شنو شادي ما عارف انا الله يسلمك يلا عندك كلام تقوله للناس اللي كانوا عملوا كامبين طبعا انا يعني التضامن يعني كان بره ده سلم بوشي افريقيا الامريكيه تحت سياحه حياه بوشي الياباني نجوم انا كنت نجي سمين كده لكن قروشنا ما يقول لك سمناه وما عارف شنو جابوا على الشعب السوداني ياكل هاي تاكل 100 الحمد لله على السلامه والله انا بشكر كل الناس اللي تضامنوا معي وقفوا موقف جميل لسه في جد جوا انا بفتكر انه انا ما طلعت لحد انا لحد ناسي حاسس انه انا قاعد جوا زنزانه لانه جد قاعد جوا لسه بالنسبه لي كون يطلعوا صراحين جد قاعد جوا دي لسه الخباثه حقيقه قتل النظام ده خباثه لسه النظام ده بيمارس في خباثته بالرغم من اي انا شاكر لكل الناس تضامن معي اتمنى انه نضال الشعب السوداني يتواصل بالمناسبة مش تشكر الناس بس تشكر انه تبوز على راس امك لانه انا يعني مرأة بالمناسبة عندك ام وفتخ تفتخر بها امرأة قوية وعملت مواقف بالمناسبة في كل فترة الانغاذ انا ما بشوف في امرأة ناضلت نضال حقيقي ونضال قوي اكثر من امك تمشي تبوس عليه ما هي لازم تعمل كده لا ما كل الامهات عملوا ما كل الامهات اي لكن جد لكن ما عشان انا ولدها عشان هي سودانيه واي سودانيه المفروض تعمل كده يعني انا ولدها هي لكن في اولاد يعني امهات كثيره قاعدين جوا لسه ما طلعوا المفروض كل الامهات امي وغير امي يعني. كل الامهات في السودان ده يجيفوا عشان اولادهم يجيفوا عشان كرامتنا نحن السودانيين اللي قاعده تتهان يعني اكثر من كده خلاص ثاني فيش اكثر من الاهانه اللي احنا فيها لسه ثاني حناضل ولسه ثاني احنا ما بنسكت ما يفتكروا انه احتغال لمده شهرين ولا لمده سنتين ممكن يوقف مسيره بتاعت شعب للحريه دي مسيره خلاص يعني مشت هي ليك